هنتكلم على موضوع مهم في الريأسايمنت، نبقى واخدين بالنا منه لو عملنا فايل نيو كده. في حاجة اسمها ريأسايمنت، يعني إعادة تخصيص قيمة لفاريبل احنا مستخدمينه. مثلا هنعمل working underscore hours، عدد ساعات العمل مثلا قلت 20 ساعة عمل. خلاص لو جيت دلوقتي انت عملت print وانت قايل working hours equal وتحتيها print ال working underscore hours، طبعا اللي فوق ما هي الا البرنت الاولى، ما هي الا رساله ما بين دبل كوتيشن فهتطبع كما كتبت، يعني يرسمها زي ما هي ما بيفهمش اي حاجه فيها، فهيكتب كلمه working hours equal سبيس في كل حاجه زي ما انت عايز ما بين دبل كوتيشن، واللي تحت دي زي اسم الفاريبل اللي فوق فهيطبع لك قيمته. يعني لو دوسنا كنترول اس كده وعملنا سيب مثلا ودوسنا في 5 عشان نجرب، قال لي working hours equal 20. طيب بالمرة طبعا ممكن اطبعهم هم الاثنين على الامر اطبع واحد، يعني اقول له مثلا working space hours equal واقفل ده جانب ده جانب على بعضه literal ثابت وجنبيه اطبع كلمة working underscore hours دي زائد دي كده بنقول عليها اسم بنسميها concatenation operator، يعني بيدمج الجزء دوت ويحط جنبيه الworking hours دي. لو دوسنا كده سيف ودوسنا في 5 قال لي في مشكلة عندي بس وانت بتكات string وجنب string integer، يعني انت رقم وجنب الرقم نص، فيعني يعني ده اعتبره string literal string وده اعتبره number. هنتكلم دلوقتي على انواع لسه هتكلم عليها ان شاء الله الدرس الجاي، فعنده مشكلة بده. طب ممكن نستخدم برضو الكوما، لو دوسنا كنترول اس وF5 الكوما هتعديها وهقول لكم ايه الفرق ما بين الانواع لما يجي درس انواع البيانات، لكن دلوقتي اهو طبعتهم في نفس السطر working hours equal 20. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ عرضنا multiple items، عرضنا كذا item على نفس البرنت فانكشن بتاعتنا. ماشي مش ده قضيتنا، انا عايز اقول بعد ما طبعت كده جيتم تعمل working underscore hours بتساوي 23 وقمت طابع تاني نفس السطر. عايزك بس تركز معايا في حاجه، اللي حصل هنا ان الميموري بقى فيها 20 في الخانه فيها 20 بس بالاسم working hours، طبع working hours هيطبع 20، طبع تاني working hours هيطبع 20، راح في المكان اللي مشاور عليه الworking hours في الميموري حط 23. اللي حصل ان 20 طلعت من الشباك، يعني دي اتحطت دي اتشالت على طول. يعني لو فتحنا مثلا كده وفتحنا اللي احنا رسمه كنا رسمينها قبل كده، اللي حصل هنا لو بصينا على الفكره دي كده ارمي ده وتعالى نفكر كده مع بعض هنا ايه اللي حصل في الحته بتاعت الوركينج اورز. احنا كان عندنا وركينج اورز صح، كان دي الاساس بتاعنا اهو، وكان محطوط فيه في المثال بتاعنا ده حط فيه 20، هو ده اللي حصل بالظبط working hours ومحطوط فيه 20. لما عملنا reassignment اللي حصل بالظبط ايه اللي هيحصل؟ ان بالظبط كده اهو اكن الميموري بتاعتك اهي في المرحله اللي بعد كده، اللي حصل ان هنا بقى 23 وان ال 20 دي راحت نهائي بشكل نهائي، راحت يعني خرجت بره القصه خالص. يعني عملنا كده اهو، يعني هتبقى بالنسبه لي
العشرين بتطلع بره الميموري نهائيا. اهي اللي حصل ان الوركنج اوت دخل فيها 23 وخرجت بره ال 20، 20 دي طارت بره الميموري خلاص. يعني لو حاولت تدور عليها، يعني لو حاولنا ندور على قيمه ال 20 اللي كانت متشاله جوه الوركنج اورز بعد ما حطينا 23، استحاله هي خلاص بقى فيها دلوقتي 23. يعني لو دوسنا كنترول اس ودوسنا في 5 خلاص، طبعا الوركنج اورز 20 20 هنا بقت 23. مهما تحاول ترجع ل 20 استحاله، الا لو انت كنت حاطط جوه فاريبل تاني جوه مكان في الذاكره مختلف وبعد كده استخدمته. يعني ايه مثلا working hours مثلا version 2 مثلا يعني كمثال. في الحاله دي ممكن احط جوه version 2 احط الاول ال working hours. ايه اللي حصل هنا؟ سيبك من الحته بتاعت 23 دي لوحديها. اللي حصل كنت حاطط 20 وكنت عملت وطبعت ومش عارف ايه، بعد كده عملت فاريبل تاني اسمه working hours version 2 حطيت فيه الوركنج اورز. كده اخدت القيمه اللي كانت موجوده جوه الوركنج اورز ما اعرفش هي كام، واتحطت جوه working hours version 2. فاصبح عندي الوركنج اورز حتى الان متشال فيه 20، والوركنج اور version 2 في برضه قيمه 20. بعد كده قلت working hours بتساوي 23، خلاص الوركنج اورز بقت جواها 23 في الميموري. لو عايز ترجع ل 20 ارجع بقى لايه للفيرجن 2 اللي كان متشال على جنب دوت، تشوف كانت قيمتها كام. يعني ده الحل انك توصل، لكن في الحقيقه بيحصل كيك اوف، يعني بيخرج حاجه وتخش مكانه حاجه، ما بيسيفش اكتر من قيمه، ما فيش تقسيم لاكتر من قيمه في نفس الوقت، اللي بيخرج والتاني يخش بعده. يعني لما اكلنا بالظبط اللي عملناه دلوقتي، يعني دي الرسمه بتاعتنا الاولانيه خلاص. يعني لو انا اخدت منها كده عشان اوريك بس المنظر اللي احنا عملناه دلوقتي. كده اهو اللي حصل دلوقتي ان احنا عملنا كده، عملنا في الميموري بتاعتنا كده working hours حطينا فيها 20 اهو. سيبك من البرنت، برنت برنت مش مهم. بعد كده عملنا working hour version 2 حطينا فيه الايه working hours، فهيحصل كده. ان احنا جينا مثلا في الميموري في مكان تاني خالص، مكان تاني خالص، حط هنا 20. الامر ده انا بشرح دلوقتي الامر ده هيعمل ايه في الميموري. حط هنا 20 و كده، وسمى المكان ده سماه working hours v2. ده اللي حصل بقى. عندك هنا 20 وبعدين عندك ايه 20. لما جينا حطينا 23 20 طلعت بره اوت، طلعت بره الموضوع خالص. لو انت عايز ترجع ل 20 ارجع لها بقى من working hours version 2 دي موجوده لسه عندك في الميموري. يعني المفترض ان احنا نبقى متفاهمين ان هنا في 20 وفي هنا working hours هنا اهو. ده الحاله النهائيه دلوقتي، دي الحالة النهائية دلوقتي. ان بقى عندي بعد ما عملت working hours 20 وخدت منها كوبي في working hours version 2، دلوقتي لما جيت حطيت working hours 23 ال 20 طارت بره خلاص. عايز توصل ل 20 وصلها من حاجة اسمها working hours version 2 ده في مكان تاني في الميموري خالص، مكان تاني في الميموري خالص ملوش دعوة بالايه؟ بالمكان الأولاني. هنسمي ده reassignment. فاكرين خلاص دي كانت الايه الري اساينمنت وفكرتها وازاي بتحصل في الميموري، والميموري بتبقى ماشيه ازاي واستخداماتها بتبقى ليها عامله ازاي.